عندك مخطوب؟ يا خلاف تفضحنا اطعم صوتك بس عمرك فعيه بدي اقسم السين والجيم معاش يا ابو عاطف اخ صار تقلع من الاكل لك خلاص بس ينام ابوك بتقوم تلحاني على غرفتي ايه دفس انت وياه صباح الخير بابا انت بخير فات على غرفته معه السكينه بيتك على الراس بدك تصدقوني شو صدقوك انا صدقتك طب شو بدنا نسوي بكره اذا ابو عادل جاب الصور وقت صوتك الى بكره بيحل الحلال يا سيدي طيب حدا جاب شيء الجواز هي عمتك نكشته لابو حمدي مشان يفاتح ابوك بالموضوع عرفت شلون فتل هيك ولزق هداك الكف طير له الشرار من عيونه بس الا ما حيفاتحوا بالموضوع مو هلا صدقتك يلعنك طيب بركدان عمته رجعت فتحت الموضوع مع بابا شو بدنا نساوي أهلين أختي لا لسه ما نمت لا الأولاد ناموا لا تخافي أختي دقرت الباب منيح لا 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 ما راح أبعته بكرة على المدرسة مو عندنا أبو عادل وأنا كمان ما راح أروح على الشغل اختي انت نامي واطمني وان شاء الله ما بيصير شيء انا حاسس انه الشغله خلصت بس بقى يمسكوا المجرمين ايه لا اختي لا تعزبي حالك ما في داعي تجي بكره لسه الاكل بحاله ليش الواحد له نفس كان ياكل ايه اهلا وسهلا بتشرفي لا 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 ما في داعي لابو حمدي لا تعطلي عن شغله اختي مو جاي على بالي شيء قلت لك لسه الاكل بحاله ما حدا دقره طيب شو بتلاقي جيبي فاصوليا حب ايه بيحبوها الولاد ايه ستي مع السلامه تصبح على خير محمد رسول الله طولي بالك هنستي بيكونوا نايمين لسا ما حدا عم يرد ابو عادل ليكون صاير لهم شي ليكون شتوا العصابه ابو عادل الباب عم يفتح منه
آنستي بيكونوا منجين الباب من جوا. استني شوي. أنا أخي أنا. قولي كلمة السر. قولي على عمتي عليك ما كان شيء. إيه عرفتك أختي عرفتك. استنيني دقيقة راح أفتح الباب. يا شو هاد لك أخي؟ ليش الأغراض هدول هون؟ ما في شيء أختي. قلت بشان الأمان حطيت هالبيرو هون. صباح الخير أبو عادل. صباح الخير. ما تواخذنا ما تواخذنا بس الآنسة شكرية اجت لعندي على المخفر فيقت العناصر وخلتهم يدقوا لي على البيت يفيقوني وجابتني. بقى لا تاخذنا من شان الله. تفضلوا 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 تفضلوا. اهلا وسهلا. فوت ابو عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا ابو عادل. قد ايش الساعة؟ الساعة 6. مو بكير لك اختي. من ايمتى فايقه انت؟ ليش انا قدرت نام؟ ضليت قلقانة طول الليل. ناموا فيه ناموا فيه حتى صار الساعة 4:30. قمت الساعة 5 تمام كنت بالمخفر. 5. عن اذنكم لفيق ربحي. وانا كمان بكون غليت لكم القهوة وحضرت الفطور للأولاد. يلا قهوة مرة انسى. أضماني موها. ابن الواوية موها. أحمد الحموي موها. عماد سلام الملقب بأبو مهنا كمان موها. اطلع فيه هذا إله شوارب. لا تقلي موهاد. حسب ما وصفت لي مبارحة هذا واحد من الثلاثة. يمكن هو بس أنا اللي شفته دقنه طويلة. لقينا واحد منهم لقبه مفتاح. شو كان اسمه؟ فارس عياش. وتهمته اختلاس أموال عامة سيدي. ومربي دهن يا فارس عياش. تعرف عليه هون؟ لسه أول واحد بس. وهاد حرامي اللمبات سعيد جركز. لا مو هاد. عمتي تعي فرجي على صور المجرمين معنا. شفتن عمتي وانا جاية بالسيارة ولي على عيونن. ام كنه غضب الله كله نازل على وشهن. صبحي يا صبحي. ايه على عيونك على المناظر. صبحي صبحي. لك قوم الفطور جاهز. قوم هلا بتتاخر على مدرستك. يا الله يا عمتي تعطي لي منامي باحلى نقطه. ايه نقطه ترشك انت وهالمنام. قوم قوم قوام. يلا خليني اكمل المنام. لك قوم هلا بتتاخر على المدرسه. قوم بالغلظة. صباح الخير. صباح الخير. وهاد موها. طيب اطلع بها كمان موها. صباح الخير سيدي. صباح الخير. يا لطيف. لك ليك شي مش مع ماهر واوية. عن اسمك سيدي. اطلع لي بها. لحظة لشو؟ كمان موها. ولك لعيت قلبي. وهاد. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. هاد بيشبه واحد منهم. برافو. تعرف على واحد تاني؟ هذا التاني اسمه سوكي. قرايبه لأبو الكرم. يتقبر قلبي خزيت العين. شو لابت لك البدع. اللهم صلي على النبي. مو بإيدك مقدر. الله ملبسك القدر. فيقت فتحي الفطور صار جاهز. تقبر قلبي. يلا يا جماعة يلا يلا أبو عادل تعال الفطور. ما لزوم أنستي عم نشتغل شغلنا. تعرف عليهم هن ثلاثة. واحد اسمه دبور والثاني مفتاح والثالث سوكي. ابو عادل لا ماله هون. راح يجيب المجرمين مشان يواجههم مع ربحي. ايه
الولاد لا مالهم هون، راحوا على المدرسة كلهم، وأخي كمان راح على شغله. صحيح أبو حمدي، ما تخطف رجلك وتروح لعند أخي وتحكي معه بالموضوع؟ إيه لا شو مو وقتها؟ لا وقتها أنت التاني. طيب نستنى لبين ما يجوا المجرمين، معلش. سمعان تا وينك أبو حمدي؟ بدي أقول لك إنه أنا ما رح أجي قبل ما يجي أخي ويقعد مع أولاده، لأنه ما رح أتركه لحاله. بقى أنا إذا غبت لي شوي يعني لا يغلي قلبك علي. شبك شو صار لك؟ ليش هيك تغير صوتك؟ ظاهر إجاك حدا مو؟ طيب 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 يلا لا إله إلا الله.